السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، اللحظة نتحول إلى الإجابة عن الأسئلة الكتابية على متتبعين على صفحة الفيسبوك أون لايف بالصوت والصورة، نجيبهم عن بعض التساؤلات الكثيرة اخترنا منها البعض. الأخت نادية تقول: زوجي لا يصلي، درت معاه المحاولة كلها دون فائدة، يقول لي إن شاء الله وعمره 46 سنة. الجواب للا نادية: اللوم ليس على زوجك، زوجك لا يلام، لا يصلي، عنده 46 عام، اللوم ليس عليه، اللوم على والديه، لأنه كان واجب أن يعلموه الصلاة لسبع ويضربوه عليها لعشر. هذا هو الصواب. الوالدين خصهم يعلموا أولادهم الصلاة لسبع سنين، وفي عشر سنين لو اضطروا أنهم يستعملوا معهم شيء من الشدة ليواظبوا على الصلاة. أما هو ما صلاش، والدي ما علموش واستمر، راك يقول لك: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعت عليه. إلا كان في الاستماع كنقول لي: يا سيدي 46 سنة، بالله عليك هل تدري 46 سنة من عمرك ضاعت؟ كم في عمر الإنسان؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. ألا تدري يا أخي الكريم بأنك ضيعت أهم وأحسن وأكرم ما أنت مطالب به في هذا الوجود؟ ضيعت أجود وأكرم وأنبل شيء في الوجود، وهو الصلاة. هل تدري يا أخي الفاضل بأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة؟ فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. كيف يطيب للمؤمن النوم، ويطيب له الطعام والشراب، ويطيب له أن يجلس أهل الإيمان وهو لا يصلي؟ وهل يعتبر مؤمن من لا يصلي؟ أي نعم، مؤمن لكنه عاص، لكنه غافل، والله تعالى لا يكاد ينظر إليه. هل تعلم يا أخي الفاضل بأن الله عز وجل ينظر إلى عباده المؤمنين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحد الفئة قال لك الله تعالى: إنهم يومئذ لمحجوبون عن ربهم، لمحجوبون، إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. شكون هما؟ من غير الكفار والمشركين تاركي الصلاة. يوم القيامة ملي يوقع البعث والنشور، الناس ينظرون إلى وجود الله، لأنهم كيصلوا لله، ينظرون إليه وينظر إليهم في الدنيا. لكن الذي لا يصلي كان متكبر عن الله، كان كل شيء كان عنده سهل، إلا الصلاة كتجي صعيبة، ربي عز وجل يعامله بالمثل. وقال لي: إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كيدير بينهم وبينهم حجاب. يا أخي الفاضل ضيعت الكثير والكثير والكثير، 46 سنة راه عصر الأنبياء والمرسلين، الأنبياء والعلماء في 40 عام كيكونوا اخترو وكيزيدوا إلى القربة. أما سبعه ضيعتي بزاف يا أخي الفاضل. للا نادية ادعي له بالهداية، وإياك ثم إياك أن تضعي سلاحك، بقيت تزن عليه بالليل وبالنهار، صلي عاود صلي، لأنه أبو أولادك، ولأنه في خطر، ولأنك لابد أن تحميه بالكلمة الطيبة، بالإغراء، بكل وسيلة ممكنة. لا تضعي سلاحك، وإن إلى عيتي بقيت دعي الله تعالى وتصدقي على الفقراء والمساكين، عسى الله تعالى أن يحبب له ولنا الإيمان، ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباده الراشدين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.